سألوا مين معلمه؟ سألوا مين معلمه؟ مين معلمك؟ تعطي هذه الصورة انطباعا وكأن هؤلاء الجنود السوريين يوثقون ما يعتبرونه مغامرات في المواجهة الدائرة بين النظام والشعب. بالأمر من العرعوش قل لا إله إلا بشار الأسد. هذه اللقطة تقترب من الجندي الذي يريد أن يقدم نفسه بطلا مقابل ضحيته الأعزل بعد أن قرر عقابه على طريقته الخاصة. ويبدو أن التباهي فيما يجري كما الرغبة في ترهيب الجمهور وفق ناشطين سوريين قد يكونان دافعين في تراخي القيادات العسكرية تجاه تسريب هذه الصور وقبل ذلك التقاطها أصلا. ولكن هذه الصور لا تعرض مجانا، فكلما ارتفعت حدة التعذيب في أفلام الفيديو المصورة كلما زاد سعرها في السوق السوداء بالعملة الأجنبية، على حد زعم الناشطين معارضين سوريين يقولون إنهم يسددون ثمن هذه الصور ويبثونها عبر الإنترنت. نيفين أفيوني، العربية.